لكن أعتقد ما قدمه بايدن للقضية الفلسطينية كان هزيلا للغاية، كان عبارة عن مجموعة يعني عدة ملايين دولارات، وكالتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية ونسيان الدور السياسي الذي يجب أن تحصل عليه منظمة تحرير فلسطينية والسلطة الفلسطينية. ولذلك كنت تمنيت لو استطاع العرب فرض على الولايات المتحدة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشريك في هذه القمة لمواساة الضغوط الأمريكية التي فرضت على الأطراف العربية فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. وبالتالي الخلافات داخل هذه الكتلة العربية التي اجتمعت مع الرئيس الأمريكي بايدن منعت تقريبا أن يكون هناك مطالب موحدة، وطغت العلاقات الثنائية بين كل دولة التي لديها مطالب خاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة مقابل المطالب العامة. وأيضا غياب القضية السورية أعتقد التي ثلث مواطنيها مهجرين تماما، ولم يطرحها سوى الأمير قطر في حين غابت عن كل تقريبا خطابات، رغم أن الأردن يستضيف عدد كبير من اللاجئين، والسعودية تقريبا لعبت دورا مهما مع بداية الثورة السورية، لكنها لم يتحدث بأي كلمة عن هذا الموضوع. وبنفس التوجه تقريبا الرئيس الأمريكي لم يثر هذا الموضوع أبدا، لا في خطاباته ولا خلال اجتماعات القمة. برأيك ما الذي صعب يعني الدخول في جل المواضيع أو يعني الاتفاق في هذه المواضيع على مواقف موحدة والعمل عليها بشكل مشترك، خصوصا أنها يعني يفترض أنها لا تسبب خلافا بين الدول العربية فيما بينها وبين بعض؟ أعتقد لأن كل الدول العربية بما فيها الولايات المتحدة مدركة تماما أن القمة كانت لهدف وحيد، وهي زيادة أسعار النفط ومساعدة الرئيس الأمريكي بايدن في تخفيض أسعار البنزين لدى المواطن الأمريكي. الذي حدث تقريبا مع بداية حرب الروسية على أوكرانيا، توقعت الولايات المتحدة أن يكون هناك موقف عربي على الأقل من حلفائها في المنطقة العربية مساند لها في الحرب ضد روسيا، لكنها فوجئت بمواقف مثل مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية التي أرادت تقريبا إمساك العصا من المنتصف، وبالتالي لم تنتقد الحرب الروسية على أوكرانيا ولم تساعد في زيادة معروض النفط على المستوى العالمي لتخفيض سعر البنزين. ولذلك بدأت الانتقادات داخل الولايات المتحدة أن إدارة بايدن تجاهلت منطقة الشرق الأوسط على مدى سنة ونصف تقريبا، وتوقعت الآن بعد حرب أوكرانيا أن يقف الدول العربية معها موقف آلي أو تقليدي. ولذلك أشار بايدن في أكثر من خطاب له خلال زيارته في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة عادت إلى منطقة الشرق الأوسط ولن تترك فراغا في هذه المنطقة، كرد على هذه الانتقادات نعم الكثيرة التي أثيرت طيب داخل الولايات المتحدة. نعم هذا المنطق ولذلك الذي الدول يأتي به العربية بايدن، كانت بت